حيث أجرت موفدة التلفزيون المصري ريهام الديب لقاء خاص مع الدكتورة أميرة أحمد مستشارة البيئة وتغير المناخ وزارة الطيران المدني، والتي أكدت أن قطاع الطيران أولى أهمية خاصة بقضايا تغير المناخ لما له من تأثير على حركة الطيران. نتابع. تواصل فعاليات مؤتمر تغير المناخ كوب 27 والذي تستضيفه مصر في دورة استثنائية، هي الدورة 27، نظرا للخصوصية التي تتمتع بها هذه الدورة التي تحمل شعار معا للتنفيذ. دائما أجهزة الدولة المعنية تقوم بالتنسيق فيما بينها وبالتأكيد من أجل تحقيق الأهداف الخاصة بهذا المؤتمر وحماية البيئة وحماية الدولة من الآثار السلبية للتغير المناخي. بتقوم كل مؤسسات الدولة بالتعاون فيما بينها لتحقيق أهداف هذا المؤتمر، وحتى يظهر هذا المؤتمر بالشكل المشرف الذي وجدناه، وذلك منذ اليوم الأول. بالتأكيد عملية التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية استمرت على مدار أكثر من عام منذ أن تم إعلان أن مصر سوف تستضيف هذا المؤتمر وسوف ترأس هذا المؤتمر الغاية في الأهمية والذي يتناول قضية من أخطر قضايا القرن. معنا على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري الدكتورة أميرة السيد أحمد مستشار البيئة وتغير المناخ بوزارة الطيران المدني وممثل الطيران المدني في فريق التفاوض المصري. دكتور أميرة أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. دكتور أميرة، يعني أنا عايزة أتكلم على يعني تخصص حضرتك. حضرتك ممثل الطيران المدني في فريق التفاوض المصري، مستشار البيئة وتغير المناخ بوزارة الطيران المدني. كيف يتم يعني الحد من الآثار السلبية للتغير المناخي بالتعاون بين كل أجهزة الدولة ومن بينها بالتأكيد طبعا وزارة الطيران المدني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قطاع الطيران المدني من القطاعات المهمة والمؤثرة والمتأثرة بالآثار السلبية للتغيرات المناخ، وإحنا من زمن بعيد بنواجه آثار سلبية للتغيرات المناخ. يمكن من أول القطاعات اللي تبنت ملف البيئة وتغير المناخ نظرا لحساسية الطائرات في وتأثيرها بتغير المناخ والمطارات. احنا يمكن من 2010 واحنا بنطبق نظام الـMRV او التقرير والمتابعة والرصد لانبعاثاتنا، وبتحسب سنويا وبتراجع وبتاخد ابروفل يعني من الجهات الدولية. بصفتنا طبعا يعني جهة انترناشنال انتيتي، يعني قطاع يتعامل دوليا، فاحنا علينا التزامات دولية زائد الالتزامات المحلية اللي مع باقي قطاعات الدولة واستراتيجية الدولة. بالنسبة للالتزامات الدولية احنا طبعا بنطبقها ومتوافقين معاها، وعلينا فيها بعض الالتزامات احنا بنعملها وبنعمل الزيادة بحيث ان احنا دايما نكون عندنا السبق ان احنا يعني عاملين اللي علينا وزياده. نظام كارسيا، نظام الايكاو اللي طبقته علينا في 2016، ده بيعمل معادله لانبعاثات الطيران من خلال اليات تنفيذ. كل اليات التنفيذ بنطبقها، سواء تكنولوجيا طاقه جديده او متجدده او توفير طاقه وحوكمه طاقه واداره مخلفات اداره سليمه، ده بنحطه برضو في تقارير وبتراجع وبتاخد ابروفال سنويا، ولازم كل سنة بيبقى فيه يعني تحديث لهذا التقرير وتحديث لهذه الآليات. طبعا برنامج تجارة الانبعاثات برضو مطبقينه من 2010 وبيراجع وبيحدث سنويا. بالنسبة طبعا للآخر من أهم الآليات السنة دي يمكن اللي تم إطلاقها، هم محورين مهمين، محور الصفر كربون في 2050 أو النات زيرو في 2050 على مستوى العالم، وعلى مستوى الايكاو بتمثل طبعا الامبريلا لقطاع الطيران، والساف او سستينبل الترناتيف فيول اللي ان شاء الله سيطبق من 2025 كاليه من اليات خفض الانبعاثات ومواجهه الاثار السلبيه لتغيرات المناخ، وهي الايكاو طبعا اللي اطلقته، والمفروض ان في ورش عمل وفي تدريب عليه، ولكن الحمد لله قطاع الطيران المدني من 2015 ومن خلال أكاديمية الطيران الهندسة والطيران اللي تتبع وزارة الطيران بنعمل مشاريع للطلبة على إزاي استخدام الوقود الحيوي، وأكثر من مشروع نجح في تدوير محرك مع مصنع المحركات. يعني الحقيقة كنا سباقين في هذا الاتجاه. نعم.
يعني حضرتك ذكرت الحقيقة الجهود اللي بتقوم بيها وزارة الطيران المدني والتزامها بالاتفاقات الدولية وكذلك أيضا على الصعيد المحلي. الحقيقة أنا عايزة أقول برضو أنه كان في أول رحلة تجارية خاصة بمصر للطيران طبعا، وكانت بتستخدم فيها الوقود المستدام في خطوة مهمة جدا بتسير عليها وزارة الطيران المدني للحماية طبعا من الانبعاثات الضارة، وخصوصا أنه الوقود المستدام بيعتبر من المواد اللي بتحافظ على البيئة وبتحد من الآثار السلبية الخاصة بالتغير المناخي. كيف يمكن لذلك أن يستمر؟ يعني إحنا شفنا رحلة تجارية بالفعل، هي كانت أول رحلة تجارية لمصر للطيران، إزاي ممكن أن النهج ده يستمر في رحلات الطيران بشكل مستدام؟ الحقيقة الشركة الوطنية مصر للطيران خطت أولى خطواتها فعليا، وكان في رحلة تجارية أو من 3 أيام متوافقة مع كوب 27 طبعا، بكمية كبيرة من الدروب إن فيول أو الساستينابل الترنيتيف فيول 37% تقريبا، ودي حاجة مشرفة جدا وناجحة جدا طبعا إنها جت، وكانت يعني تعتبر أول رحلة تجارية فعليا. الحقيقة ان احنا وزارة الطيران المدني مهتمة بتفعيل الوقود الحيوي او الوقود البديل كاحدى قطاعات الدولة، ومش بس وزارة الطيران المدني انما الدولة المصرية كلها، وفي لجنة فعلا مشكلة في من كل القطاعات الدولة ومن كل الوزارات المعنية. بدأنا برضو هذا العمل من 6 أشهر وشغالين فعلا، بنحاول نحط الاسس اللي على ضوءها نبتدي انتاج الوقود الحيوي في مصر بإذن الله، يعني وشغالين يعني، بس طبعا يعني شوية الكوب خد الشغل مننا، ولكن سيتم استكمال أعمال اللجنة لحين إنتاج أول وقود بديل من جمهورية مصر العربية إن شاء الله. وخصوصا أنه الهدف الأساسي من المؤتمر التنفيذ يعني، وبالتالي بالضبط تنفيذ التعهدات. هل في فندم مدى زمني معين لإنتاج هذا الوقود؟ هو الحقيقة تنفيذ التعهدات على الدول المتقدمة أكتر مش الدول النامية يعني. يعني الحقيقة فخامة الرئيس أطلق على هذا الكوب أو هذا المؤتمر معا للتنفيذ تجذر، يعني كلنا هننفذ مع بعض. صحيح. ولكن المفروض طبعا التنفيذ بيكون من الدول المتقدمة، والدول النامية الحقيقة برضو يعني على طول يعني بتنفذ كل اللي عليها وأكتر، وإحنا من ضمن الدول النامية اللي بننفذ كل الالتزامات اللي علينا، وعندنا كمان استراتيجية مصر 2050 حطت لنا محاور كتير للتنفيذ بننفذها، كل قطاعات الدولة بتنفذها والطيران المدني بينفذها على أكمل وجه الحقيقة، وطلعنا بنتائج وأرقام لخفض الانبعاثات مهمة جدا ظهرت طبعا وأطلقناها في كوب 27. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أميرة السيد أحمد، مستشار البيئة وتغير المناخ بوزارة الطيران المدني، ممثل الطيران المدني في فريق التفاوض المصري. شكرا جزيلا لحضرتك، وطبعا يعني كل التوفيق في يعني المجهودات اللي وزارة الطيران المدني بتقوم بيها، وإنه كمان يتم تنفيذها على أرض الواقع علشان يكون هو ده الهدف الرئيسي طبعا اللي إحنا بنتمنى إن شاء الله إنه هو يحدث على أرض الواقع من خلال مؤتمر كوب 27. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. إن شاء الله، وشكرا جزيلا لحضرتك. ومشاهدينا لسه مستمرين مع حضراتكم في تغطية كل الفعاليات الخاصة بالمؤتمر الأهم والحدث الأبرز في مدينة شرم الشيخ، مؤتمر تغير المناخ كوب 27.